لعبة مر الوفاءر. لا تعد إلى هنا حتى تتوقف عن إيقاظي. صباح الخير غارفين. صباح الخير سكويك. يجب سحب مخترع ساعة الإنذار إلى الشارع وضربه. مرحبا من جديد غارفين. مرحبا من جديد سكويك. إنه عقاب خفيف، يجب أن ينام قرب ساعة إنذار. مرحبا مرة أخرى غارفيلد. مرحبا مرة أخرى سكويك. أرى سكويك كثيرا هذا الصباح. سأكتشف ما يجري بعد الفطور. لا، بعد الغداء. ثمة اجتماع للفئران. أوه حسناً، هذه ليست مشكلتي. بل هذه مشكلتي. سكويك، ناديتني؟ انظر إلى ما يوجد في طبقي. طبقك فارغ. هذا هو مقصدي. أرجوك غارفيلد صديقي القديم، أرجوك تفهم الوضع. هيا، أنت أكلت فطوري. كل الفئران، أقربائي وأعمامي وأنسبائي، لا يملكون مكانا يلجؤون إليه. كانوا يسكنون في منزل كبير جدا لكنه تهدم. أكلت فطوري. لم أستطع تخلي عنهم، لم أستطع تركهم وسط الثلج البارد الوحشي. درجة الحرارة عالية خارجاً، كما أنك أكلت فطوري. اسمع غارفيلد، إن أبقيتنا هنا سنحسن التصرف، سنساعدك ونقوم ببعض الأمور، سوف نكون خدامك. خدام؟ هذه فكرة رائعة. من الآن فصاعداً أريد العنب مقشراً. مقشر؟ مقشراً، وأزيل البذور. بذور؟ هذه هي الحياة، أنا لا أتحمل أكثر من 20 أو 30 سنة منها، أو ربما 20 أو 30 ثانية. بسرعة جميعاً اختبئوا. غارفيلد، لقد عدنا. لسوء الحظ. ما المشكلة؟ إن اكتشف جون أن المنزل مليء بالفئران سيتوقع مني أن... أوه فهمت. أوه أنت غارفيلد، يبدو أن الوضع هادئ في غيابنا. نعم يبدو هكذا. هاي عقم لسانك جيدا لحمايتي. حين أكون خارجا أشعر بالطمأنينة والأمان لأنك تحرس المنزل غارفيلد. وأنا أفرح حين تكون خارجاً. أعرف أنه لن يوجد أي متطفلين أو حوادث أو فئران، بالأخص الفئران. لا، لا تشم رائحة فأر. ما من فأر على بعد 20 ميلاً من هنا. أصلح أنفك. بعد أن تجولنا أنا وأودي، أدركت رغبتي في العودة إلى المنزل والاسترخاء أمام التلفاز، وأنا متيقن أنه خال من الفئران. مزعجني كثيراً أن أجد الفئران تسرح وتمرح في منزلي. أولاً سأكل. كان وضعاً صعباً. أتمنى
سنطلب الطعام من لازانيا بالاس. غارفيلد، أهذا فأر؟ فأر؟ أي فأر؟ في يدك، إنه فأر. هذا؟ تصرف كلعبة. لا، إنها لعبة فأر مسلية وممتعة. إنها مجرد لعبة فأر ممتعة جداً. سكويك سكويك. جيد، إنها ظريفة فعلاً. أريد أن آكل. قال غارفيلد علينا أن نختبئ. غارفيلد، هل أكلت كل البسكويت؟ لنخرج من هنا هيا. ماذا ستفعل حيال ذلك؟ ثمة فئران في خزانتي. ثمة فئران في جارور الفضيات. ثمة فئران في المغسلة. هل تمانع إنني أستحم هنا؟ فئران، كيف حصل ذلك؟ أنا لا أعرف، سأذهب لأسقي نبتة. لا 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 لا، تعال معي. رأيت موقع الويب منذ أسابيع وحدته بعلامة، إنها خدمة روتيتور باست. روتيتور باست؟ انتبه. ألا نستطيع زيارة موقع ويب لطلب البيتزا؟ تواجه مشكلة فئران في المنزل؟ لما لا تتصل براتيتور باست؟ سيسرع الأخصائيون المدربون إلى منزلك ولن يوقفهم أي شيء. لا يستطيع الفأر أو الجرد هزم راتيتور باست. قد يركض أو يختبئ كالقوارض، لكن لن يهرب. راتيتور باست، كابوس الفأر الأسوأ. انقر هنا لطلب خدمتنا. لن أنقر الآن. أتعلم لماذا؟ لأن التخلص من الفئران هو واجبك، إذ إنك الهر، أنت المسؤول هنا. سوف تتخلص من الفئران وبشكل كامل. سأخرج قليلاً. تعال أودي. إن وجدت فأراً لدى عودتي، ساتصل براتيتور باست وسأحسم كلفته من ميزانية طعام الهر. لن تتوفر اللازانيا في المنزل لسنوات. لسنوات؟ يا للهمجي، لماذا لا يقطع الأكسجين؟ أيها الفأران، يجب أن تهاجم. أيها الفئران، أيها الفئران، يوهو، نداء للفئران، نداء للفئران. سكويك. هاي، بعد خروج الرجل نتصرف على راحتنا في المنزل. لا 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 لا، يجب أن ترحلوا جميعاً فوراً أو في وقت أقرب. مستحيل، هذا منزلنا الجديد. أتعتقد أننا سنهرب من هذا؟ القطط تأكل الفئران. إنها تأكل الفئران. ستبدأ بأكل الفئران غارفيلد. أشمئز من الفكرة. إذن يبدو أننا سنبقى. لا ينفع ذلك، هذه ليست طبيعتي. ماذا سأفعل؟ أنا سأخسر اللازانيا لسنة كاملة. جون سيتصل براتيتور باست. الخدمة على الإنترنت. راتيتور باست رهيب. وجدته. هيا سكويك، سوف أريك الشيء. هاي، كنت أحضر شطيرة. إنه أمر أكثر أهمية. راتيتور باست، كابوس الفأر الأسوأ. انقروا هنا لطلب خدمتنا. هذا رهيب. غارفيلد، لن تفعل. لن أفعل ذلك، لكن جون قد يفعل ذلك. إلا ماذا؟ إلا إذا ساعدتني في خطتي. أي شيء، أي شيء. اجمع الفئران، سنتمرن قبل أن يعود جون. غارفيلد، لقد عدنا. هل اختفت الفئران؟
حسناً، أعتقد أن الفئران لم ترحل بعد. هذا يكفي، سأتصل براتيتور باست. غارفيلد، تعاملت جيداً مع المشكلة. طبيعياً، إنك تستحق مكافأة، ولكن لا أعرف ما هي. أوه، لويجي لازانيا بالاس، نسلم الطلب. فكرة جيدة غارفيلد، سأطلب لازانيا ساخنة الآن. إن كررت ذلك سأضعك في الكيس مع الفئران. غارفيلد، اللازانيا جاهزة. غارفيلد، ليسرع الجميع. شكرا على كل شيء غارفيلد. لا تقل ذلك، آمل أن تفرحوا في السكن في لويجي. كيف عسانا لن نفرح، سنأكل كل اللازانيا. إلى اللقاء. يستطيعون أكل كل اللازانيا. غارفيلد، اللازانيا. غريب، يحضر خلال 3 ثوان عادة. أوه لويجي، لويجي أين أنت؟ ها أنت لويجي، يجب أن تتصرف. اتصل بلويجي حشرات للتخلص من الفئران. لا تهتم بالفئران، أحتاج إلى مبيد للتخلص منه. أعتقد أنني سأحب هذا المكان. باستا. لا هيذر، هاي، مرحبا، حان وقت النهوض، إنه يوم هام، هيا استيقظ. أكره القيام بذلك، لا لا أكره. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها ليلة النفايات؟ ها؟ فهمت، إنه عيد ما، إنه... أوه لا، هذا هو اليوم. آسف آسف آسف. إنه آسف، إنه آسف، إنه آسف. سأحضرها فوراً. حسناً غارفيلد، لازانيا عيد ميلادك أصبحت جاهزة. أوه رائع غارفيلد، سوف أحرر ذلك في الفيديو المنزلي للازانيا. لا، لقد خدعت. حسناً، أضفت فيلماً آخر. لدي 6 ساعات فيديو لغارفيلد وهو يأكل اللازانيا. لا أقصد أنه لا يفعل أي شيء آخر. لدي شكوى. هل من مشكلة؟ أعد إحصاءها. ما هذا؟ لقد طهوت طبقاً عن كل سنة من عمرك. ها؟ ينقص طبقاً؟
ينقص طبقا. لا أملك المكونات لازانيا أخرى، ماذا سأفعل؟ سأذهب إلى السوق، سأعود فوراً. بينما يخرج سأستفيد من وقتي، سوف أقوم بأمر بناء. أربع وعشرون ساعة لنبلغ كوكب الاجتياح أيها القائد. جيد، هل أرسلت بطلب ريكوتا؟ ها هو أيها القائد. ريكوتا، لدي مهمة هامة جدا لك. هل سأقود الهجوم على كوكب الاجتياح أيها القائد العظيم؟ كلا، إنه أكثر أهمية، سأريك. التقطت الماسحات ألوف الصور لكوكب الاجتياح، لم نرى شيئاً يمنعنا من اجتياحه واستعباد سكانه، وذلك بكل سهولة باستثناء هذا منهم. من هم هؤلاء الأشخاص؟ نحن لا نعرف، إنهم من كوكب مجاور، مجاور لكوكبنا، سافروا إلى الكوكب الذي نريد اجتياحه. ماذا حدث لهم؟ صور الجاسوس لا تظهر ذلك، يجب أن نعرف ماذا سنواجه. أعتقد أنني أعرف هذا الشخص، قد أخطئ لكن أعتقد أنه عمي موسي. اتجه إلى كوكب الاجتياح، اذهب إلى مكان المخلوق البرتقالي واكتشف ماذا حدث لسكانه. خذ هذه، ستقيس الطاقة الدماغية لمن ستواجههم. فوراً أيها القائد العظيم. أنا ريكوتا، أنا في طريقي إلى كوكب الاجتياح، سأبلغكم بالأحداث. يبلغكم العميل ريكوتا، أنا الآن في كوكب الاجتياح، سوف أقيس. سوف أقيس الطاقة الدماغية لمخلوق محلي. قياس الدماغ صفر. سأبحث عن المخلوق البرتقالي. حددت موقع المخلوق البرتقالي، إنه نائم الآن في سبات عميق جداً. ربما عاد أربقه. إنه قادم، سأختبئ. آمل أنه حضر اللازانيا الأخيرة. ها هي. لا تأكلني، لا تأكلني. هل سمعتم شيئا؟ هل ما كان هذا؟ أودي، أرأيت اللازانيا تهرب من هنا؟ لقد هربت. تملك اللازانيا ساقين، ركضت وتكلمت وسألتني إنها تملك فمًا وتتكلم وهربت. أتصدقني أودي؟ لا، لا بأس، لا أصدق نفسي. أمسرور لأن المخلوق البرتقالي لا يشكل تهديداً؟ نعم، أنا لا أعرف ماذا فعل لإخضاع الأشخاص في الصور، لكنني تعاملت معه جيداً. إذن ليبدأ الاجتياح.
كل هذه السنوات لم أعرف أن اللازانيا تتكلم. لما لم تقل شيئا؟ ربما ليست مجرد لازانيا. ماذا لو يتكلم الرافيولي أو حاول الكانيلوني ضربي والخبز بالثوم؟ سأتدور جوعا. مهلا، أنا لا أفهمك. اسمعوني، يخفق أودي في اللفظ أكثر من اللازانيا. ما الأمر؟ هل من شيء هناك؟ هودي، إنها قادمة لأجلي. سأختبئ. بسرعة، صادروا هذا المخلوق. أنا لو كنت شجاعاً لكنت أنقذت صديقي أودي. من الجيد أنني لا أتمتع بالشجاعة. أحسنت يا ريكوتا، يجب القضاء على المخلوق البرتقالي. وهل هزيمته سهلة؟ جداً أيها القائد، حالما نجده فقط. إنه في مكان ما هنا. سنجد المخلوق البرتقالي وندمره. ماذا فعلت أنا للازانيا؟ عدا عن أكل الألوف منها. ما من إشارة للمخلوق البرتقالي هنا. لنتحقق من الخزائن. ألاحظت شيئاً؟ سمعت صوتك، فهل من مشكلة؟ هذا أمر سخيف، لن أختبئ هنا طيلة حياتي. بلى يمكنني. لا، لا يمكنني. جون؟ أودي؟ اللازانيا الناطقة؟ أودي؟ إنها تلاحقني. يمكن أن تنجز ذلك؟ البشرية. يبدو أنها في غرفة جون. قلت أن هزيمته ستكون سهلة ريكوتا. ظننت ذلك حقا يا رفاق. فلننهي هذه المسألة. لا أعرف ماذا حصل، لكنها رحلت بالتأكيد. نعم، لا تعرف ما قد حدث. كانت خطرة ومخيفة ومدمرة، لكنها تبدو لذيذة. غارفيلد، لقد عدت. لن تنتظر كثيرا حتى أطهوها، لذا قصدت مطعم فيتو وأحضرت لازانيا الميلاد الإضافية. لا لا، أبعدها، قد تكلمني. قد عجبا، ظننت أن فيتو طاه ماهر. الهر.
أنت مخطئ. أنا محق. أنت مخطئ. أنا محق. أنت مخطئ. أنا محق. أنت محق. أنت محق. مخطئ. 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 أنا أحب برامج النقاش الفكرية الجدية. أنت مخطئ. اتصلت بطبيب الأسنان. قال إن أتيت إليه فوراً يمكنه استضافتي والاعتناء بوجع الأسنان. أنا محظوظ جداً. لو كنت محظوظاً لما عانيت وجع الأسنان. بما أن سيارتي في التصليح فأنا أفضل المشي. لو كنت محظوظاً لما كانت سيارتك في التصليح. إلى اللقاء. سنعود إلى برنامج النقاش الفكري بعد هذا الخبر العاجل. أبلغت الشرطة عن سرقة لسايلنت جاك، مجرم يعمل في جانب المدينة الغربي. هذا جانب المدينة الغربي. سايلنت جاك خطير جدا، لذلك نحذر المواطنين بإقفال بابهم والتأهب. أودي، يجب أن نقفل الباب ونتأهب. سايلنت جاك حر طليق. سايلنت جاك خطير جدا. لقد أصبحنا الآن بأمان تام. لن أقلق بشأن اقتحام سايلنت جاك منزلنا على الإطلاق أبدا. على سبيل الحذر. أتأكد من إقفال كل شيء كي لا يدخل سايلنت جاك. حتى بابا نويل. لا تقلق، سأفتح لبابا نويل. انتبه. نعم سيد أرباكل. تناول العصيدة والحساء خلال الأشهر القادمة وستكون بخير. شكراً أيها الطبيب، شكراً. ما هذا؟ أوقع السيد أرباكل مفاتيحه. سيدرك قريبا أنه فقدها وسيعود، أنا متأكد. لورا؟ لورا؟ أين أنت لورا؟ لورا؟ اختطفها الغريب الذي في العلية. أيعقل أنني بمفردي في المنزل؟ بمفردي مع الغريب الذي في العلية؟ قضي عليك صديقي. ليتني علمت حين قرع الجرس. لا تفعل لورا ذلك، فهي تملك مفاتيح المنزل. أودي، إنه مجرد فيل. تبدو أفضل من هذه الزاوية. أنت قلق بسبب سايلنت جاك؟ أوه صحيح، لا داعي للقلق، هناك ألوف المنازل. ما احتمال اختياره لمنزلنا ليسرقه؟ لماذا نحن نخاف؟ إنه جون، لكن لا يقرع جون الجرس، لديه المفتاح. أتعلم من لا يملك المفتاح؟ سايلنت جاك لا يملكه. أدخلاني، نسيت المفتاح. أدخلاني. أنت محق، لا يبدو أبدا أنه جون. مرة أخرى، لا يشبه أبداً جون.
بسبب خده المتورم والغرض على رأسه. مهلا. حظنا جيد، لقد رحل، نحن بأمان. ماذا أفعل لكي يفتح لي الباب؟ أنا أخاف؟ إطلاقا لا أخاف شيئا. حسنا، باستثناء انتقال نورمان للسكن معنا، أنا لا أخاف شيئا أبدا. إنه يحاول الدخول من الباب الخلفي. افتح لي الباب. أودي تماسك واهدأ، يستوجب ذلك عملا بطوليا يتطلب القوة والشجاعة. بما أنك كلب الحراسة أوكلك هذه المهمة. جبان جبان، لديك شجاعة فأر. هاي باسمي أنا وكل أقربائي أمتعض من الملاحظة. سكويك، ماذا تفعل هنا إضافة إلى أكل الجبنة؟ نعم صحيح، فأر يأكل جبنة، ما نسبة حدوث ذلك؟ أقصد ماذا تفعل هنا في حين أن سايلنت جاك يقتحم المنزل؟ لا أقلق بشأنه، لا يسرق الجبنة أبدا. ماذا أفعل؟ كلمة واحدة، مصيدة الفئران. مصيدة؟ من أين أحضر مصيدة فئران؟ خلف الثلاجة، يضعونها هناك. المصيدة، فكرة جيدة. يا للصوت المروع، سايلنت جاك ليس هادئا ابدا. لماذا تضحك؟ استمتع دائما حين يمسك بشري بمصيدة. اخشى الا يكون ذلك كافيا لايقافه. كنت محقا. يتجه إلى الأعلى. كيف أوقفه؟ مصيدة أخرى؟ أعرف. احتفظ جون بهذا لأنه قوي ليستخدمه. أودي، سايلنت جاك مجرم خطير ومخادع، لقد نلنا منه. لا، لم ننل منه، إنه قادم لافتعال المزيد. لا يمكن إيقاف سايلنت جاك هكذا. ماذا ستفعل؟ سأجمع فريق خبراء، مجموعة من الشجعان والماهرين. هل ستكتفي بجرو وفار؟ حسناً، هيا. أنتما سأعتبركما قويين مع أنكما جرو وفار. إن العدو في الخارج، لمنعه من الدخول إلى هنا نحتاج إلى خطة. ألديك خطة؟ أعتقد. حسناً، هذا ما سنفعله. المزلجة في مكانها غارفيلد. حسناً، كيف حال الصندوق أودي؟ جيد، كل شيء في مكانه، فليدخل. علم. لابد من وجود مدخل ما. تراه.
إنني أحتاج إلى المساعدة. نجحنا، أمسكنا بسايلنت جاك. إنه أخطر مجرم في الجوار. أخرجوني. أصمت يا سايلنت جاك، لن نخرجك من هنا. جارفيلد، هذا أنا جون. أصمت. لا يشبه صوت جان أبداً. أنا أعرف صوت جان. هذا الصوت لا يشبه. جان، مرحباً. أتقننا فعلاً حماية المنزل أودي. إن أتى سايلنت جاك إلى هنا فهو سيتفاجأ بالتأكيد. لا بد من أنه دخل وسرق المنزل بينما كنا في القبو.